مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. وبداية بأخبار منتخبنا الوطني. المنتخب وبعثته وصلوا إلى مدينة كوبي في اليابان، وننواجه انهار 3-11 درجين منتخب اليابان وديا. مباراة اليابان هي الثانية والأخيرة في الفنادق فيفا هذه، بعد ما كنا انهزمنا البارح ضد كوريا الجنوبية 4 بلاش. تغييرات منتظرة في التشكيلة، مريح يمكن برشا مش باش يلعب كيف وكيف علي معلول، تغييرات في خط الهجوم، وزادة يمكن برشا تغييرات في حراسة المرمى بأنه أيمن دحمان يمر بفترة فراغ. المباراة هذه كما قلنا نهار 3-11 درجين ومنقولة على الوطنية الأولى. بدأ بحكينا على منتخبنا الوطني. عيسى العيدوني قاعد يتحرض إلى حملة كبيرة شنتها جماهير يونيون برلين على عيسى العيدوني بعد ما كان انشر صورة عبر من خلالها على دعمه للقضية الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطيني فيما يحصل من عدوان إسرائيلي على مدينة على قطاع غزة. الحملة هذه متواصلة، بدأت عندها تقريبا يومين، ولكن الجماهير التونسية والجماهير العربية ما سكتتش وراه، قاعدة ترد بقوة كبيرة في التعليقات قاعدين نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بفريق يونين برلين. على الأقل عيسى العيدوني هو يتسمى واحد من اللاعبين القلائل اللي عبروا على موقف حازم من ما يحصل في قطاع غزة، وعكس برشا ملعبية نجوم كما نحكي وزاد هنا على محمد صلاح اللي قاعد يتعرض إلى حملة نقد كبيرة للشيء اللي قاعد يصير لعيسى عيدوني. ذكرنا في محصول عام 2017 للاعب الدولي التونسي زاد أنيس بن الحتيرة، وقت اللي فريقه دارمشتات قرر كونه يفسخ له العقد متاعه من طرف واحد بسبب شبهات كونه مرتبط بجمعية خيرية في فلسطين. في الرابطة المحترفة الثانية، الدفعة الأولى تتلعب اليوم 6 مباريات من 3 متاع الشاي شباب الرياضية بالعمران نادي القربي، مستقبل وادي الليلي يواجه مرجان الرياضي بتبرقة، الدربي نجم الراتسي يستقبل الجمعية الرياضية بأريانا، الهلال الرياضي بمساكن يستقبل نادي سبورتينغ بن عروس، القلعة الرياضية تواجه النادي الرياضي بحملنف، والهلال الرياضي الشابي يواجه النصر الرياضي بجلمة. في كرة اليد الموعد زاد اليوم مع الدفعة الثانية مباريات الجولة 7 للبطولة. البارح كان النادي الإفريقي فاز على نصرة بولبا 29-28، واليوم مباريات كبيرة الحقيقة، فيهم الكلاسيكو يبدأ 4 متاع العشية ما بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. مباراة هذه منقولة على الوطنية الأولى، بعث ابن خيار يواجه شيبة الشيحية، نادي كرة اليد بجمال يواجه مكان من المهدية، النادي الرياضي الهلالي يواجه النادي الرياضي بسقيط الزيت، الاتحاد الرياضي التميمي يواجه سبورتينغ المكنين. بخلاف مباراة النجم والترجي المنقولين على الوطنية، منقولة على الوطنية الأولى، بقية المباريات منقولين على اليوتيوب على الشين الخاصة بالمتعاقدة مع الجامعة التونسية لكرة اليد، نحكيه على كابيكا برود وإلا على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة اليد. تنس اليوم في المستير تتعمل قرعة دور جاسمين أوبن من فئة 250 نقطة. الدورة هذه في نسختها الثانية باش تشهد غياب البطلة التونسية أنس جابر اللي عندها إصابة، باش تكون عنا متابعة خاصة ومواكبة لحفل القرعة وللدورة ككل، زادة بداية من 7 متاع العشية على صفحاتنا موزايكا فام والسبور باي موزايكا فام. خارج تونس أهم المباريات اليوم، نبدأ بالمباريات الودية. 6 متاع العشية الكوت ديفوار تواجه المغرب، المباراة هذه تتعدى على الرياضية الثالثة، و8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ألمانيا في أول مباراة للمدرب الجديد للمانشافت ناجسمان، المباراة هذه مقولة على ليكيب لايف. في تصفيات أمم أوروبا 2024 إيطاليا تواجه في سان نيكولو في باري منتخب مالطا، المباراة هذه 8 غربوع باش يغيب عليها زانيولو وباش يغيب عليها ساندرو تونالي اللي خرجوهم الستاج متاع إيطاليا، كانوا غادروا مقر الإقامة وين قاعدة تعمل إيطاليا في الستاج متاعها، نحكيو على كوفرتشيانو، وقت اللي تم اتهامهم بالتلاعب بنتائج المباراة. وحسب كورير ديل سبورت ديلا سيرا بليتو، اعترف تونالي بتعلقه الشديد وإدمانه للباري سبورتيف للرهانات الرياضية، وطلب كونه يتعهدوا به ويتعدى على طبيب نفساني باش يعالج روحه من الإدمان متاع اللعبة ذي متاع الرهانات الرياضية. 8 غربوع زادة أوكرانيا تواجه مقدونيا الشمالية، والمجر تواجه صربيا. والناس المغرومة بالرجبي اليوم الكارد فينال متاع كأس العالم، 4 بيتقال تواجه الأرجنتين، و8 متاع ليل إيرلند تواجه نوفل زيلاند. النشاهد كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فيمبوني.